ذا زو، الرحلة الشهيرة العظيمة الرائعة الأكثر إمتاعا لدى أي طفل على الإطلاق من ولاد جيلنا في أي حتة في العالم. أول ما يبقى فيه رحلة جنينة الحيوانات، حديقة الحيوان، هتلاقي كله كان يجري على طول علشان يحجز مكانه في الرحلة بتاعت حديقة الحيوانات. أنا متذكر إنه إحنا مثلا في المدرسة أول الحاجات اللي كنا نتعلمها من وإحنا صغيرين كده خالص عندنا 4 5 سنين ذا زو، أسماء الحيوانات، ده شيء دايما جاذب لكل الأطفال، وبالتالي يجذب الأسر إن هم ياخدوا عيالهم يروحوا يتفسحوا إلى آخره. حديقة الحيوانات بالجيزة واحد من أجمل وأروع حدائق الحيوان اللي موجودة في الدنيا. أنا أدعوك لما حضرتك تروح تزور حديقة الحيوانات في الجيزة تتمشى كده وتبص تحت رجليك، بص تحت رجليك وبص على الأقفاص كويس، هتجد صنعة استحالة تلاقي منها دلوقتي، سواء إذا كان في صنعة الحديد المشغول اللي معمول بيه أقفاص الطيور، ودي مطبوعة بذهني لحد اللحظة دي ما نسيتهاش من وأنا عندي، مش انا حكيت لكم لما رحت مع ماما جنينة الحيوانات وكلت الجزرايه بتاعت النعامه وبتاعت الفيل؟ حكيتلكوش الحكايه دي، يبقى احكيها لكم بعدين. الراجل الحارس اداني جزره عشان اديها للنعامه كلتها، ادالي جزره عشان اديها للفيل برضه كلتها. حكيتها؟ معقوله انا جالي زهايمر للدرجه دي؟ المهم كنت عيل صغير جدا جدا. فالمهم يعني كبرت بقيت باكل جزر بس ما باكلش الجزر بتاع الحيوانات. المهم فضلت الصورة دي مطبوعة في مخي، صورة المماشي المشايات دي اللي بنمشي عليها، زلط ملون في بزخارف، يعني معمول كده مرسوم زخارف نباتية وحيوانية، حاجة تجنن تجنن، مش هزار والله العظيم أنا بكلمكم جد. وبالمناسبة حديقة الحيوانات بتاعت الجيزة دي لما اتعملت زمان يعني كان في القرن ال19 كانت واحدة من أكبر وأحلى وأهم الحدائق نظرا لما بقى تجمعه من روعة الفن والمعمار في المباني إلى آخره، ثم في التصميم الداخلي، ثم في الحيوانات المجلوبة من كل مكان، ثم في النباتات شديدة الندرة اللي موجودة. تعود تعود حديقة الحيوانات بالجيزة إلى ثوبها الرائع مرة أخرى بثوب جديد، وتشتغل البدلات النهرية، وحاجة عظيمة جدا تدشن حديقة الحيوانات بالجيزة بحيوانات أليفة جديدة تبقى متاحة أمام الزوار وطبعا الأطفال، ويقدروا يقتربوا من بعضها، أما البعض فنقف من بعيد ومفيش داعي للشقاوة، ومحدش ياكل الجزر بتاع النعامة والفيل زي ما الرجل العجوز ده عمل زمان من يجي 40 سنة أو يزيد. خلونا نشوف تقرير ونرجع نكمل الكلام. الأنشطة الترفيهية دي برضو خلت في إقبال على الحديقة كبير، مع طبعا صحة الحيوانات ومظهرها ويعني تعدد المجموعة الحيوانية. واحنا الحقيقة كنا شغالين برضو الفترة اللي فاتت في تدبير حيوانات جديدة ما كانتش موجودة، منها يمكن وصل في الشهر 11 الماضي، ويمكن وصل لنا برضو الدب الروسي، وصلنا مجموعة كبيرة من الحيوانات. بيت الزواحف تم رفع كفاءته الحقيقة، وبيحتوي على مجموعة كبيرة من الحيوانات أو الزواحف. احنا برضو عملنا يعني مشروع مهم جدا، هو مشروع حديقة الحيوانات الأليفة برضو في مجال الأنشطة الترفيهية. احنا عملنا هذا المشروع الحقيقة، مشروع البدلات، وده استغلال المسطحات المائية اللي موجودة داخل الجنينة بدل ما هي كانت مهملة. فاحنا حريصين ان الأسرة المصرية تخش يعني الحديقة تقضي يوم متكامل في نوع من البهجة. فكرة إنشاء المتحف سنة 1906، لكن أنشئ 1914، اتجدد سنة 63 88 2015. سنة 2015 اتعملناها كبيئات مفتوحة زي ما حضرتكم هتشوفوا. الدور الأولاني 10 بيئات بينقسم للبيئة الأفريقية، البيئة الرطبة، البيئة الصحراوية، البيئة البحرية، الأمازون، القرود، عالم المفترسات. تذكرة ب10 جنيه، وهو بيتفتح من الساعة 10 الصبح للساعة 4 بعد الظهر. ده عبارة عن حديقة حيوانات مفتوحة، حيوانات أليفة كلها. الجست بيخش من بره بياخد باسكت أكل معاه وهو داخل،
عشان خاطر ياكل الحيوانات، بيفرح جدا، الاطفال بتبقى مبسوطه جدا، بيخشوا عند الحيوانات، كل حيوان بيبقى ليه باب واحد واقف عليه موجود. التذكره عموما ب 20 جنيه، بنعمل تخفيضات على المجموعات والعائلات، اللي بيخش بياخد على الباسكت تذكره. كان دايما الاطفال احنا عاوزين نروح نلعب العاب مائيه، عاوزين نروح ملاهي، عاوزين نروح حديقه الحيوان، ففكره ان احنا نجمع الاكتيفيتيز الانشطه دي كلها في مكان واحد، فدي فكره جميله جدا. كل حاجه في الجنينه حلوه، السلمه الثري دي دخلناها، وبيت الزواحف دخلناه، ورحنا عند الاسود، وحاجه الله اكبر يعني. احنا مبسوطين هنا بصراحه يعني، بعد التجديد كمان لقينا حاجات جديده يعني، لينا كتير قوي ما جيناش، فجينا لقينا حاجات روعه بصراحه. لا اتبسطنا جدا، بقت حاجه تاني خالص غير اي سنه فاتت. توسعات، ملاهي جديده، العاب مائيه هنا. الحديقه دلوقتي بقت احلى كتير، النظافه، مستوى النظافه عالي شويه. حكايه المراكب الجديده دي جميله بصراحه. جابتني الاسود وهي احلى حاجه، واكلت الزرافه فاحلى حاجه حلوه يعني. لا طبعا هاجي تاني، هي كل حاجه فيها حلوه الصراحه. لما اكلت الحيوانات اتبسطت صراحه، كل حاجه تحفه، والتجديد كمان حلو جدا، بيجذب الواحد. واكتر حاجه بحبها هنا صراحه المتحف، متحف الحيوان.